السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، صندوق تضامن للسكنة يساهم في تمويل برامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق. تقرير المفتشية العامة للمالية رصد العديد من الاختلالات التي تطال الاعتمادات المرصودة لهذا الصندوق وكيفية صرفها. لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي الخلاصات والاختلالات التي رصدتموها وكيف يمكن تجاوزها؟ وشكراً.